الزول لما يتوب الله بحول سيئاته ببدل سيئاته حسنات، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. توب السيئات بتاعة 60 سنة، قال لك الله سبحانه وتعالى بدل حسنات، وتجتهد في الطاعة فيما بقي من العمر فيكتب لك أجر ما مضى وما بقي، وإلا لو ما تبت واجتهدت في الطاعة يكتب عليك ما مضى وما بقي. عشان كذي بلال رحمه الله تعالى، بلال ابن سعد مش بلال الصحابي، بلال ابن سعد رحمه الله من السلف، قال: يقال لأحدهم: تريد أن تموت؟ الواحد يقول له: تموت؟ فيقول: ليس بعد، لسه ما دار الموت أسي. فيقال: ولما؟ لما دار تموت أسي؟ فيقول: حتى أتوب وأعمل صالحا. فيقال: تب واعمل صالحا، انت الشيل ما داير الموت عشانه ده، الان عندك فرصه، طالما روحك دي في جسدك عندك فرصه تتوب بس وتعمل عمل صالح تستعد للموت، متى ما جاك تكون مستعد، تسبح وتستغفر وعندك ورد من القران، حافظ على الصلوات الخمس في المسجد، واقع في ذنب تتوب الى الله منه، تترك الذنب، تبر الوالدين، تصل الارحام، تصدق و إلى آخره. قال: فيقول: ليس بعد. قال: فهو لا يريد أن يموت ولا يريد أن يتوب، يعجل عمل الدنيا ويؤخر عمل الآخرة. فجماعة زول الذنوب دي يرجع إلى الله منها ويعمل الصالحات. الفائدة التي بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الليلة أسأل الناس، قول لهم: أعظم ذنب شنو؟ قول لهم: يا ناس كذا، أعظم ذنب شنو؟ قال بيقول لك: والله عقوق الوالدين ده أخطر شيء. والثاني ذاك اللي بيقول لك: شرب الخمر، يا زول يقول لك: دي أم الكبائر. والثالث اللي بيقول لك: أقلم على الناس بالباطل، دي ذنوب كبيرة لا شك. لكن أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لو مركت برا لقيت زول شايل سكين دار يطعن أخوه، واحد بيجاي عتر قال: يا فلان ألحقنا. الناس بيعظموا ياتو، يقول لك: يا زول ده دار يقتله، ألحق الشغل له. وده بيجاي يقول لك: يا أخي ما تخليه، زول ده جاهل ساي. مع إنه ده أعظم عند الله من شنو؟ من القتل. وإلا الجهاد ذاته شرع لتكون كلمة الله هي العليا. وما معنى القتل ساهل؟ أمر عظيم. رسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. خطير القتل، لكن الشرك أعظم عند الله منه. والليلة أمر الشرك بقى هين عند الناس إلا من رحم الله تعالى. زول يا جماعة يصلي في صلاته يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، عاهد الله سبحانه وتعالى في الصلاة، قال: لا أنا ما بعبد إلا إنت، لأنه إياك نعبد معروف في اللغة تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والقصر والاختصاص. إياك نعبد، ما قال نعبدك يا الله، نعبدك يا الله نعبدك أنت وممكن نعبد غيرك، لكن إياك نعبد ما بجوز لنا نعبد غيرك، وده الصحيح. وإياك نستعين، يعني ما بنستعين بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. يقول في الصلاة: مرقة من المسجد عتر، يا فلان الحقنا. وفلان تلقى فارق الدنيا مات، ونحن لا دارين ننبي الزول ولا دارين نشتم زول بالراحة كذي، زي ما قال ابن عثيمين، قال: فكر بعقلك. قال: زول مات يرفع على الأكتاف ويوضع في القبر ويدفن، كيف ينادى من دون الله تعالى؟ وزول مات غسلوه ما قادر يحرك أصبعه، وكفنوه 3 قطع ورا بعض،
وثلاثة رباط وشيلوا أربع رجال يودوا المقابر وحفروا المطمورة وودوا لحد ودخلوا جوا أهله وجيبوا الطوب يرصوه والطين يليسوا فوق ويجيبوا التراب فوق له والمصيبة يجيبوا واحدين بيجوا بابنه كمان. رسول في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر ويجصص، يعني يسوي له الجصة زي الأسمنتي، ويقعد عليه كل من هي. وفي صحيح البخاري عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر بقبر فيه فسطاط أخضر، قبر فيه فسطاط أخضر، فقال قبر من هذا؟ قالوا قبر عبد الرحمن، رحمن، ولعله عبد الرحمن ابن عوف. وقال هذا، قيل له هذا قبر عبد الرحمن، وعبد الرحمن ابن عوف لو كان هو المقصود ده من خيار الصحابة من العشرة المبشرين بالجنة. وفي صحيح مسلم الرسول عليه الصلاة والسلام دخل المسجد مشى يصلح بين متخاصمين، فلما رجع ودخل المسجد وجد الصحابة أقاموا الصلاة وقدموا عبد الرحمن بن عوف صلى بالناس، فصلى رسول الله خلفه صلى الله عليه وسلم يتم به، ده باقي لك ساهم أبو بكر الصديق وراء عمر بن الخطاب، ومع أنه هنده الأفضل لكن صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. بعد ده لما لقى ابن عمر في قبره بس فسطاط أخضر، قال قبر من هذا؟ قالوا قبر عبد الرحمن. قال انزعه يا غلام، أقلع، قال ليش الأخضر ده؟ فإنه لا يضل العبد إلا عمله، إلا عمله. ابن لو وسووا باب، وسووا في الباب ترباس، وسووا في طبلة ومضبول، القبة مقفولة ومضبولة، والناس ينادوا، يعني الزول لو حي إلا يفتحوا له، مش ولا كيف؟ لا الزول ده لو حي جوه إلا يفتحوا له. بعد ده ينادوا من دون الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول أموات، لو قال أموات كفاية، لكن عشان يأكد لك قال أموات غير أحياء، وياها أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، حي بيموت ما تعتمد عليه، ده ضعيف، ملك الموت أقوى منه، قبض روحه، أنت تتوكل عليه كيف؟ شكي الإنسان يعتمد على الله، يلجأ إلى الله، يوحد الله سبحانه وتعالى. الموضوع ده يا جماعة خطير والله، ناس يستهينوا به، يقول لك كيف شرك يا جماعة؟ بفهم بسيط، فهم بسيط، زول قال يا الله نجيني من الكربة، عبد كم؟ عبد واحد. زول قال يا الله ويا فلان، عبد كم؟ نادى كم؟ لو قالوا نادى واحد دي أصلا اللي بيقول كذي وذاته ما بصدق، ولو قالوا نادى اثنين كيف يكون ده توحيد؟ يا الله ويا فلان. والشرك شنو؟ الشرك ده ما من المشاركة، مش قال الله ما في، الله في لكن مع الله ينادي، ينادي غير الله مع الله. قال تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. يقول لك يا مولانا احنا ما قلنا الزول ده زي الله، وانت قال كفار قريش قالوا آلهتهم زي الله، ما قالوا كذي، كفار قريش قالوا هذه آلهة، لكن الله ده عنده أي شيء، وأصنامنا دي صنعناها بيدينا ما عنده أي شيء، لكن بس نحن الله ما بنا مش ليه عديل. شوف ساعة الظن بالله، الله دايرك لو مليت الدنيا ذنوب تمش ليه عديل، ما تجيب وصايت من الخلق. قال وإذا سألك عبادي عني، السألوه منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا سألك
عبادي عني. الأجاب منه فإني، ما قال لهم قل فإني، لا قال فإني، أجاب بنفسي قريب أجيب دعوة الداعي إذا شنو؟ إذا دعاني. مش إذا دعاك أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دعاني أنا الله سبحانه وتعالى. فلذلك كفار قريش عارفين الخلقون الله والبرزق الله والبحي الله والبميت الله، ودي أصنام صنعها بيديهم. قالوا كذي، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون، ذي الكفار، فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وفي سورة الزخرف الصفحة الأولى، ولئن سألتهم، كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وآخر صفحة من سورة الزخرف، ولئن سألتهم من خلقهم، هم ذاته، من خلقهم ليقولن الله، ما بقولوا ذي الأصنام. طيب الأصنام بتعبدوها لشنو؟ قالوا رب العزة والجلال قال عنهم في سورة يونس، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله دي ما داير دايرك تجي وعديل تتضرع عليه. وقعت في ذنب من أسماء الغفور ومن أسماء الغفار ومن أسمائه التواب، تتضرع إلى الله يا غفور يا غفار يا تواب أغفر لي جاوز عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك يا جماعة الناس أعتقد العقيدة الصحيحة في الله وتوحد الله، وده أعظم ذنب، وهو ذنب الشرك بالله. والكلام يطول، باقي الذنوب دي واضحة. قال له ثم أي؟ قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. الجماعة ذل كانوا البنات بيكتلون خايفين من العار، ما قادرين يربوا التربية الصحيحة، والأولاد بيكتلون خايفين من الرزق ضعف. الليلة الناس ما بكتلوا أولادهم لكن بيعلقوا أشياء للرزق، يقول لك ده حجاب بتاع رزق. والله قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أقسم لك رب العزة والجلال. بعد ذاك آخر ذنب، قال قيل ثم أي؟ قال أن تزني، وفي لفظ أن تزاني بحليلة جارك. فدي أعظم الذنوب، الشرك والقتل والزنا. وهناك ذنوب أخرى جاء تفصيلها في بعض النصوص الأخرى. نحن نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله.